ساعتين وننزل على السهل الضوء تمحي المدى وتمحي الطريق. اوكي ستوب بس شوي بوز. لا شوفوا انا وقتها بدي غني غنية كلكم بدي اول شيء شوف هالغنية مزبوط عن شو بتحكي، شو الموضوع تبعها، شو بتخبر، لو بأي لغة كان بأي لهجة كانت، بدي أنا شوفها بيني وبين حالي. يعني أنتوا وقتها بتاخدوا غنية كل واحد منكم بس يعرف شو غنيته بالبرايم، بدي أحمل هالورقة أنا مش بس تأحفظها تغنيها مثل المكنة تغنيها مثل السي دي بلاير، لا أنا بدي قبل ما بلش غنيها أفهمها، افهم موضوعها عن شو بتحكي، شو يعني كل كلمة كل جملة فيها افهم. ما فهمته مثلا باللبناني بتسأله وقتا بيجي اللي بده يعلمكم الشخص بيعلمكم الغنية شو يعني شو هيدي هالغنية، بكون تفهموا كل حرف فيها. مقعد على الجسر وقعدة أنا وحبيبي، هي هون عم تتذكر هالمشهد. يعني تخيلوا قدي كل شاب يتخيل البنت اللي بيحبها وكل بنت تخيل الشاب اللي بتحبه قاعدة هي وياه بهالمطرح. والله دمعت. شو بده يكون ليه ما تحكيليش يعني هيك بده يكون انا هالقدي عم بتذكر هالمشهد. يعني الحالة حتى العربة اللي بدي اقولها بدها تكون بتشبه الغنية. اوكي ناسين كلنا وقتها منعرب سهيلة ومروان لو هون كنت رح له نفس الشيء. كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق تنزل على سهل الضباب. العربة بتشبه الضباب، تمحي المدى وتمحي الطريق، ما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء ورا التشريق، ويقلي بحبك أنا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين. طب ليش عملت هيدي العربة؟ لأنه السما شي ما بيخلص، عملتها بطريقة غير السماء ورا التشريق ويقلي بحبك أنا بحبك. ليش عملت هيدي هون كأنه عمر؟ لأنه وقتها بدي أقول لحدا بحبه يعني بكون أنا متوترة عم برجف. أوكي يلا ويقلي بحبي أنا بحبي ويهرب فينا الغيم الحزين. أوكي قدي أنا عدكن عشرة ستة 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 غير السماء ورق تشري اللي بحبك انا بحبك يهرب فينا الغيم الحزين. اوكي يلا شباب صبايا 8 اديني كلمات 7 اللي اكيد انه 7 احسن من الصبايا البقيه. ليش فينا لا لا اوكي عملت جهد واحد ولانها بتعرف اكثر. يعني هيدا دليل قدمهم تكون نعرف غنية كونوا كتير بتعرفوا الغنية يعني جايين واسقين منها. ربينا الغيب الحزين. اوكي ثانك يو هايدي حسيتوا مع سهيلة انه قدرت تصيب مش حافظة. اوكي بس يعني احساس بدك تشتغل عليه اكثر. ركزوا بس اذا رح تحسوا هالشيء او لا. يا سنين اللي رح ترجع رجعيلي شي مره رجعيلي رديلي ضحكات اللي راحوا اللي بعد زوايا السحر. لا نصول العرب وهولي مش الطريقة الإحساس. شو بدي أقول شو عم قلكن؟ يعني فهمت أنه ياسنين اللي رحت رجعي لي هون أنه هيدي الفرق. يا وينك قوم اتحدى الظلم تمرد كسر الصمت اللي فيه. أوكي ستوب عم تفهموني شوي شو بدي قلكن؟ إيه
وصلت اول شيء هالجمعه اللي بدكم تعملوه بس تاخذوا اغانيكم شو رح تعملوا؟ نحس الاغنية رح نفهمها رح نشوفها شو هي شو وضعها وعيش الحاله تبع الاغنية ايه بتغنيها مثل ما لازم تغنيها عجبتك ولا ما عجبتك عم بتناديك وينك عم بتناديك قوم اتحدى ظلمة مرة كسر هالصمت اللي فيك ايه يعني تعبير قوي بده يكون يلا عيد الشغل قولي هيدي وينك ومش صرخ على العالم خوفهم يا شعب اللي بأرضه تشرد قهره واحزاني ليش بعدك ساكت والهم جرى عمرك دمع ودم أرضك عم تندح لك ثورة وينك بتناديك وينك عم بتناديك وينك عم بتناديك وينك عم بتناديك قوم اتحدى الظلم تبرد كسر هالصمت اللي فيه ما في جو بدي اخلقه لحالي في جو بدي اعيشه مش يعني ان انسى الجمهور وما اتواصل معه يمكن الجمهور ما وقت انتم عم تكونوا بحاله معينه عم بيروح معكم يعني بتصيروا تتواصلوا معه بس انتم بتنقلوه على جوكم على حالتكم بدكم تمسكوا الموضوع بدكم تحسوا حق ليكم بدي اسالكم شيء وقولوا لي اذا عم غلط وقت انا بكون عم غني بالبرايم انتم بالايفال انتم عم تغنوا بالايفال مش بتظهروا من الايفال حاسين اذا نحن حبينا ايه او لا ايه كيف حسيتوا؟ دخلناكم لا مش بالتعابير يا بتحسوا حالكم انه قدرتوا تمسكوا هالموجودين قدامكم بغض النظر اذا هالموجودين قدامكم اساتذه او لا يا بتحسوا حالكم قدرتوا تلقطوا الجو وتمسكوا الموضوع تسيطروا يا بتحسوا حالكم تظهروا بتقولوا مش كتير ظابط ليه؟ لانه في باحساس اللي عم بيغني او عم يلقي محاضره او عم يقرا نص او عم يقرا شعر بيعرف بيسمع سمع الآخر اللي قباله